ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الميل إلى الملذات والشهوات من مقومات الطبيعة البشرية، وقد ذكرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنواعا من الشهوات التي جبلت النفوس على محبتها. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بالإنسان لم يحرم عليه هذه الشهوات التي جبل عليها، وإنما قيدها بقيود ووضع لها ضوابط لتكون مجال امتحان الإنسان في هذه الدنيا. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ورمضان أحبتي دورة تدريبية للانتصار على الشهوات والوقوف أمام الملذات والحد من سيطرتها وطغيانها. ففي هذا الشهر الفضيل يمتنع المسلم عن بعض الملذات الحلال كالطعام والشراب والشهوة طيلة النهار طواعية واختيارا دون مراقبة أو ضغط من أحد. فالصيام التزام فردي خالص لا تشوبه شائبة رياء أو إكراه. ولهذا نسبه الله تعالى لنفسه في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث. فالصيام أحبتي يلعب دورا فاعلا في تغيير العادات والأهواء وتهذيب النفوس وتزكيتها. فكم من نفس أقلعت عن الحرام بعد أن تعودت على هجرانه طيلة شهر رمضان، وكم من شخص اعتاد على الصلاة وحافظ عليها ثنايا هذا الشهر الكريم. ولكن التغيير أحبتي يحتاج إلى إرادة قوية وطاقة عالية. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا استفاد المسلم من هذه المدرسة التربوية كان شهر رمضان فرصة ذهبية لتقوية إرادته واستعلائه عن شهواته وتحرره من أسر العادات القبيحة المذمومة. فالصائم يستشعر مراقبة الله في كل وقت وحين، فتصوم جوارحه عن الآثام، ويصوم لسانه عن الكذب والفحش، ويصوم بطنه عن الطعام والشراب. هذه أحبتي هي الحكمة والغاية من الصيام، الارتقاء إلى مقام الإحسان. وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهكذا يخرج المسلم من رمضان أكثر طهرا وأحسن خلقا وأزكى نفسا. فالشهوة إما أن تضبط بإرادة وعزم، وإما أن يطلق لها العنان في غياب الوازع الدين الأخلاقي، فتكون سببا للندم والحسرة وغضب الرب وشماتة الخلق. فلنحرص أحبتي في هذا الشهر الفضيل على اغتنام أوقات استجابة الدعاء، فنبتهل إلى العلي القدير أن ينصرنا على أنفسنا ويحررنا من شهواتنا وأهوائنا. فاللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.